طب زي ايش هذه الامراض الجلديه التي تنتقل عن طريق لمس المعدات؟ هلا اولا في عنا امراض فيروسيه مثل الهربس او بنقول له بالعاميه حبه السخونه، هاي كثير ممكن تنتقل عن طريق اللمس، وممكن تعدي يعني ممكن تنعدى منها عن طريق غيرنا او عن طريق لمس جهاز مثلا كان في عليه حدا قبلنا عنده هيدا المرض. كمان عندنا الامراض الجرثوميه مثل القوباء اللي بتكون هيك عباره عن مثل جروح بس بيكون في عليها قشره صفراء، هي كمان كثير معديه حتى نفس الشخص وممكن تعدي الغير. وبالإضافة كمان للسقاليل ما ننسى كمان كتير، هي خصوصا إذا كان في عندنا خدش صغير أو جرح صغير ممكن تكون مدخل لهيدي الفيروسات وناخذ عدوى سقاليل عن طريقها. كمان الإصابات الفطرية اللي كمان هي ممكن تعدي الشخص نفسه وممكن ننعدى فيها عن طريق اللمس.